السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعينا مشتركين القناة، أحلى ناس في الدنيا. النهاردة هنتفرج على شابين كويسين من عش الزمالك، عش عبد الربيع. هنتفرج على الشابين الصغيرين، تمام، واحنا بنعالجهم لأن عينيهم بتوجعهم، وبنعالجهم قبل ايه، قبل ما يقعوا مننا. هنتفرج على الشابين الكبار لما خلصهم وبقى ايه، وبقوا عاملين ازاي، واتغير لونهم ازاي، والقشر بندق وبقى لونه عامل ازاي. هنتفرج عليهم مع بعض، هتم كلهم طبعا مشتركين القناة. امبارح توفى علم من اعلام دمياط، الحاج حسن شهده. يعني الراجل ده كان غاوي من الغواه المعدودين، يعني كان راجل تاريخ بجد، كان راجل تاريخ في الغيا. ربنا يرحمه يا رب، ويجعل مسواك جنة، ويسكن الفردوس الاعلى. هنتفرج على الفيديو مع بعض، وهنتفرج على الشابين، خليكم معايا. النهارده دول احنا عملنا ايه، عملنا هنا الخمسين دول. طبعا الخمسين دول انتوا بتشوفوهم في دوائر كتير وفي عشوش كتير زي بالشكل ده. تعالى، ده باب الخمس، من هنا باب ومن هنا ايه ومن هنا باب. تعالى بس نوريهم الخمس ده محمد، وفي النص ما بينهم ايه قطوع، اهوت يعزل دول عن دول، يعني بالشكل ده. يبقى الخمس ده هنا خمس وهنا خمس، والبابين في الوش والرف كمان في الوش، تمام. تعالى اتفرج على الزغلولتين اللي احنا جايبينهم. زغلولتين ايه، مواتير اهو، كوسه مرقع، حلب اسود انحس جوه اهوت، وحوش اهوت، قطيف امريكان راس وديل، قطيف امريكان راس وديل، استرليات. اللي في زغليل بقى عينيها بتوجعها، تمام، هنتفرج ايه عليها. الزغليل اللي عينيها بتوجعها هنتفرج عليها، ونتفرج على المرهم، يعني حاجه من اللي بتجم الاخر. هنتفرج عليها وهنتفرج كمان، شايف يعني الزغلول ده اللي هو الابيض ده، عينيه بتوجعه. انا مقرب لكم ايه، مقرب لكم عليه. طبعا احنا عملنا البلق وعملنا الاصناف الخمس التاني، فعايزين شويه زغليل يجروا جامد، فحاولنا ان احنا ايه نعمل ده. هنتفرج على المرهم دلوقتي اللي ايه اللي احنا جايبينه، خليكم معانا. واو، ده مرهم اسمه تتراكورت. المرهم ده قديم ويعني قليل قوي، ايه مش برد، ده لو برد كانت مناخيره مخضت، انما مفيش في مناخيره ايه برد ولا مخض. المرهم ده بقى يعني ان شاء الله يشيل العيا كله، يعني عامه المرهم دوت ممتاز. المرهم ده جميل. هات الفرده الزغلول الابيض اللي في وشك ده برضه محمد، ادهن له والقطيفه، يعني بسم الله ما شاء الله، دهنتين من المرهم ده. هي دهنه الصبح بالصلاه على النبي كده، ما عادش نلاقي حاجه. الزغلول دوت نطل له قصايه في وشه من السخونيه، نطلت له القصايه في وشه من السخونيه، يعني القصه اللي في وشه طالعه له من السخونيه. بس هتقع لان بياكل. اهم حاجه ياكل، اهم حاجه الزغلول ياكل. بتفتح لهم يا محمد واللعقب دوت، يعني احنا بنعالجهم برضك عشان ايه، لاجل ان هم ما يقعوش. احنا بنعالجهم لاجل ان هم ما يقعوش. النوم هو تدهن له كده دهنه ايه، دهنه صغيره على ايه، على عينيه. اللهم صل على النبي. دلوقتي هنفتح لهم برضك، هنقوم مع بعض. هنا الذكوره ايه، هنا ايه الذكوره ايه، تمام. هنا برضك الشابين الكبار اللي احنا كنا متفرجين عليهم قبل كده. اللهم صل على النبي. القشر بندق بقى قشر بندق هو، طبعا بعد ما قلش وغير لونه، مسود الفلاحي، الامريكاني، لعقب الاخضر. اللهم صل على جمال النبي المسود. الباكستانيات الزغلوتين بقوا مشبين، امه السكروطه بقوا مشبين. اللهم صل على النبي وجمالهم. برضك احنا بنحاول نطور في الايه، في الغيه، يعني احنا بنحاول نطور فيها على قد ما نقدر، بحيث ان الموسم الجاي ان شاء الله نطلع بحمامتين ايه باذن الله في السنه دي في المسير، يعني في السنه دي في المسير. الرف دوت يا جماعه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده فوق في العيش،
يعني بدل ما على الجنب، بدل ما تقعد تنزل تحت على الشيكولات وتطلع وتنزل وتطلع، لا انت معاك هنا رفك بتخدم الحمام من فوق خدمه واحده تمام. ونقله على الظهر بكل سهوله. شايفين بقى هو ايه؟ هو محمد عمل هنا باب ودي باب تاني، وده خمس وده خمس تمام. بالنسبه بقى للباب الجرار دوت، عامل طبعا خشبه مفحوره اهي، مجر وخشبه تانيه مفحوره اهي تمام. وفي النص الابلكاشه دي اللي هي دي تخرم لها خرمه من هنا بالشنيور زي ما انت شايف كده، والباب ايه يطلع ايه يفتح لهم، والباب ايه ينزل اهو بالشكل ده. يعني انت هتعمل حبله فوق كده شايفين، ويطلع تنزل ازاي اهو، يخرج بره على الرف طبعا الزغلول يخرج يتنور وانت شادد الشبكه وينزل عليها. يعني خمسه يعني ما فيش في اي حاجه وسهل، وخدمتك للحمام بتبقى ايه؟ بتبقى ليه برضك سريعه زي ما احنا شايفين كده اهو. انت شفت الخمس دوت يعني في عشوش كتير قوي هنا في دمياط احنا بنعمله ومش مكلف. يعني هو الخمس ده مش مكلف، على قد يعني يا دوبك الوش والجنبين بتوعه والسقف وخلاص. الارضيه طبعا من ارضيه العيش. هنفتح للشبابات يا محمد دلوقتي ولا انت ما بتفتحلهاش دلوقتي؟ اهم ضد الكره هي تنحبسها، خليكم معانا ونفتح للشبابات نوعها على السريع ونتفرج عليها مع بعض. امك بين ايه نحبسهم. هنتفرج دلوقتي، هنقلب لكم كده كام فرد وهنشوف الحمام ايه لسه على ايه، لسه على الريش ايه. المساود ده انت كنت جايبه جديد يا محمد؟ لا انا كنت عايشه قبل القلش. كنت عايشه قبل القلش وطيرته؟ هو عارف عينه؟ امال مش عايز يطلع ليه؟ اللي بلينك انا بحمر الذكر دوت كده نشوف لسه عليه ريش ايه. ده ذكر الاول، ده نقش، ده ذكر نقش اهو. لسه عليه بقى ايه؟ لسه عليه اتنين، لسه عليه الصمه والعديله. ما لسه ما رميش ديله. لا بيطلع بيغير. الحمد لله ما بيتمسكش ايه، ده حبش. فرد الحبشي ده برضك لسه عليه ايه؟ لسه اتنين، الحمام كله عليه اتنينات تمام. طبعا مع الخدمه والحمام بيستحمى والحمام بيتخدم خدمه كويسه، الحمام بيتخدم خدمه كويسه. ده ذكر ابيض برضك لسه على ايه الصمه. يعني الحمام خلاص على ايه؟ على الابواب ان هو ايه يخلص اهو. ده المسود، مسود على اتنين لسه برضك على اتنين. اللهم صل على النبي. الشبابات يا محمد لسه عليها ايه؟ الشبابات ما بقلفهاش بس هنتفرج عليها سوا دلوقتي. هنتفرج برضك على الشابين سوا. ده لسه على اتنين. ده ايه ده بقى؟ دوت فرد يتقال عليه بيبو زار، يتقال عليه تنازر، يتقال عليه كنزر وزار، بيبوس، بيتقال عليه كذا حاجه يعني. الصلاة على النبي. نتفرج على الشابين لسه عليهم ايه برضك. افتح الشبكة يا باشا. ده اللي ايه؟ السكروطة لسه على ايه؟ تلاتات وديلهم عليه تلاتات وديله وعوم وكتين عوم. اللبلق السكروطة هم لسه عليهم تلاتات، لسه عليهم تلاتات.
مسوي لسه على قد ايه؟ اثنين. لسه على اثنين، يعني الشهادات ده تخلص مع ايه؟ مع وقت الذكوره. من زق عم احمد بلبول، راجل غاوي وراجل محترم و... اللهم صل على، هو اللي معلمنا الغية يعني. اللهم صل على النبي. والاخضر أربعة قدامه برضه أربعة. اللهم صل على النبي. بس الفرد ده كان تعبان وعضض على ريشه محمد. الحمام هنا كان الشهادات دي كانت معتبر ميتة. وقعت منك. وقع وانفضت. هنا القشر بندق قدامه لسه ايه؟ ثلاثة. اللهم صل على النبي. شايفين؟ برضك تعمل شبان حلوين تتكيف منهم صابون اهوت واما يخلصهم. ده صابون اهوت من زق اخويا الكبير حمادة عيسى. اللهم صل على النبي. الفرد اهوت وشه جميل، خلقته الفرد دوت ابن غبرة على ايه؟ ناقش. على ناقش. الفرد ده المرقعات يا محمد، قال لنا كده حته مرقعه قدامه ايه؟ هنا اربعة. قدامه اربعة بس هم عاضيني انا يا جماعة. قدامه اربعة. هو الفرد وما مرموش الا محمد ريحهم، يعني الشابين دول ما تمرموش الا ما محمد ريحهم. احنا برضه بننقل خلفيات للناس وبنخلي الناس تتفرج برضك على الحمام. اللهم صل على النبي. وبرضك الله يبارك له اللي ربى حمامه حلوه ويقنيها ويتمزج منها. المسود ده فلاحي. قدامه قد ايه ده؟ ثلاثة. قدامه ثلاثة، ثلاث ريشات اهو. ده المسود الفلاح اهو. هنطيرهم كده نتفتح لهم ونتفرج عليهم سوا. اهو. برضك ده خمس زي التاني اللي احنا قايلين عليه. اهو. 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 طالعين اهو. اهو. اللهم صل على النبي. طلعني احنا بس بنهوهم كده تهويه بس تهويه سريعه من غير صرخ من غير صرخ من غير صرخ من غير صرخ. هوهم كده حاجه بسيطه كده. فيديو مع محمد، اتفرجنا على الشبان، اتفرجنا على الشبان الكبار والشبان الصغيرين، اتفرجنا عليهم واحنا برضك بننقل خلفيات للناس. ولا يا محمد؟ ايوه يا عم، واحنا عاملين القناه ديت ما هيش شغلتنا ولا كده، احنا عاملين القناه ديت لنعرف ناس والناس تحبنا ويعني نعرف ناس من بره، وكل الناس اللي بتخش لنا على القناه ناس محترمه وتحياتي لكل متابعينا مشتركين القناه. وزي ما انتم شايفين كده الحمام فقلاش والناس قاعد جاي برضه هنتفرج وان شاء الله احلى ناس في الدنيا. ننقل لكم الخلفيات لما الحمام يخلص ريشه تمام ونتفرج عليه. وبجد بجد يعني راح النهار امبارح علم من اعلام دمياط عم حسن شهيده، واكيد كل الناس عارفاه مصر وبره مصر كمان، لان راجل محبوب، راجل محبوب ومشهور. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مسواك جنه. تحياتي لكل متابعينا ومشتركين القناه، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو اي حد يحتاج اي حاجه يسيب تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليه. احلى ناس في الدنيا.